كنقولوا ديما بان الديور اسرار، انما داري ما كانش سر، كانت مسرح قصه ديال ثلاثه ديال الاصدقاء كيقضيو وقت ممتع مع بعضياتهم. وبيان سور بيناتهم بنت ناضت باش دير الميناج، لحقاش والفنا نشوفوا بنت ما بين الشحوطه كدير هي الميناج. حاولت نتقمص هاد الشخصيه هادي، والنتيجه كانت كيف ما شفتو، ولاني ما كانتش هي هادي النهايه، بدايه القصه دابا. انا امراه مغربيه صحراويه ننتمي لبلادي، كيفي كيف الراجل نختير ونساند الوحده الترابيه ونساند بلادي من طنجه للقويره. نكيت تمنيت انو نيان تمغرت يقان تمغربيت تاش الحيت ورساغ الزمان ادم من مضغ غيلات السكرخ تيافوت اللي غمم المدغ ختو دارت السمم المدغ اغيالين سوفغ قيسن ارقزن ولا تمغارين قيغ تمغارت قولك مي تمغارت منش تمغربيت زيار ريف وغريغ شدي تمزيدة ولكن نش تمزيدة سرمدن اجن الشعب نش تمغات اتفتخاخ اديريغ تمغات مكين ثمطوت تمغربيت تمازيغت تحريت ورغريخ كل مدارس ولكن كين المدرسة نادي صغار مدنخول غري اللي ثربات نايغران يثقفن مزيان ودا تفتخرخة سميد مسخ. هادي كانت قصة بنت بلادي، المرأة القارية الواعية العالمة الواصلة اللي عايشة بكرامتها. المرأة ما محتاجاش وردة في 8 مارس، إنما محتاجة يديك اللي قطعت الوردة باش ديرها في يديها وتزيدو القدام بهاد البلاد. احترامي وإجلالي للميمة للأخت للصديقة والمواطنة اللي عايشة معايا. كوني مرأة.